حبايب تمر حنا، النهارده جبت لكم مكان جديد وحصري لاول مره على اليوتيوب، استاذ احمد فارس قدام بنك مصر على طول في ميدان العتبه. المكان سهل جدا، اكيد بتشوفوه وانتوا رايحين، بس اول مره حد يصور عنده. انا قلت اصور لكم الحاجات الحلوه دي، وكمان كانت الدنيا ليل كده، وبصراحه الحاجات شدتني ان انا اصورها. وعنده كمان الاسعار حلوه جدا، هتتبسطوا منها. وقال لي اي حد هيجي يقول لي تبع تمر حنا هعمل له خصم حلو على الفاتورة. عنده كمان كل الشموع النحاس والهوردرات والشموع كمان اللي هي بالرمود واللوند المضيئة، وحاجات تحفة جدا للكريسماس. والأسعار معانا النهاردة من أول 10 جنيه. كملي معايا الفيديو للآخر، وما تنسيش تمر حنا باللايك والاشتراك، وهسيب لك رقم أستاذ أحمد في أول تعليق مسبق. بصوا حبايبي، هنبتدي بقى ببابا نويل القمر ده، كده شغل الكريسماس. كل سنة وانتم طيبين. هنشوف برضو اسعار شغل الكريسماس. بصوا بابا نويل ده حلو قوي، هو عبارة عن لاند اكليرك كده، وكمان في منه الشجرة الكريسماس دي تحفة ب45 جنيه. سعرها حلو قوي وشكلها حلو، هي شجرة نوعها اكليرك. طبعا انا سجلت لكم بصوتي في البيت لانكم الصوت مش هتستحملوه هناك، دوشة جدا. بابا نويل القمر ده ب35 جنيه، اكليرك برضو وجواه زي لاند مضيئة كده. كمان اللندا اللي في ايديا دي جواها كده شجرة وجواها بابا نويل، شكلها شيك قوي، عاملة 45 جنيه. وكمان اللندا الحلوة دي مستوردة، ديكورات بقى الرمضان، في منها الوان حلوة قوي، في الابيض وفي الاسمر ب45 جنيه. انا هحاول اقول لكم اسعار كل حاجة. كمان الشمعة بالقعدة بتاعتها اللي هي الجولد دي كده سعرها 55، ولو خدتي 2 هتاخديهم ب100 جنيه عرض. كمان عنده كل الحروف المضيئة الكبير والصغير، الحروف دي مستوردة والفينش بتاعها حلو قوي، دي سعرها 65 جنيه. طبعا اللي كانت نازلة زمان رخيصة، ما عادتش اصلا بتنزل في اي مكان دلوقتي، لان ده الشغل ده بيبقى جاي من برة، فبيبقى نازل غالي. كمان عنده بقى كل انواع الشموع اهي موجودة، الشمع عنده ب10 جنيه، في بقى كل الالوان منها. دي الشمع المستوردة حلوة جدا، وكمان بتقعد يعني وقت طويل ان هي تبقى في الاضاءة حلوة معاكي. كمان الشمع اللي في ايدي دي بتنور كده بالتلات حجارات، عاملة 65، حجمها كبير. وكمان الطقم ده كده ب100 جنيه. في عنده شوية شموع كده حلوة قوي واشكال جديدة. الطقم اللي هو بالريموت ده كده، دول تلات شموع، كل الشموع ده مستورد، الطقم ده ب200 جنيه بالريموت، شكلها برضو حلوة قوي. في عنده بقى الهامر ده من اول 60 لغاية 120، الاولاني ب60 والتاني ب70 والتالت ده ب80 والرابع ب90 والكبير ب120. وبابا نويل بقى فيه منه اشكال كتير جدا، اكتر من 12 لون، شكله حلو قوي، هو اكليرك كده جواه لندا، سعره 35 جنيه، كل الوانه واشكاله حلوة جدا. عنده شوية حاجات حلوة قوي في المكان. كمان عنده الأباجورة المستوردة اللي هي برضو تنفعك لديكورات رمضان، بصوا شكلها حلوة قوي، شكل الأباجورة بالظبط والإضاءة بتاعتها عالية، سعرها 45 جنيه. طبعا انت لو اشتريتي شوية مشتريات وقلت له جاية لك تبع تمر حنة هتاخدي خصم حلو على الفاتورة. في برضو عنده مجموعة شموع حلوة قوي، مكتوب عليها كلمات كده وحروف، هتشوفوها دلوقتي بكل أسعارها. انا حبيت اصور لكم في المكان كده وهو ظلمة، لان الحاجات دي ما بتبانش الا والاضاءة هادية، يعني مش بتبقى باينة في النور، حتى كمان لما بصورها في المحلات ما بتبقاش حلوة كده. دي اللندا اللي بقول لكم عليها ب45 جنيه، هي مستوردة بس بصراحة الفينش بتاعها عالي وشكلها شيك قوي، وكمان بتديك ديكورات حلوة في رمضان. هي اللندا مش بلاستيك، هي زي اكليرك كده، نظيفة جدا بصراحة. في كمان الشمع اللي في ايدي ده ب10 جنيه، في بقى كل الالوان. بصوا الشمعة دي كده كبيرة جدا وحجمها كبير، ومكتوب عليها حاجات حلوة قوي وقلوب اهي، ب45 جنيه، بصوا حجمها كبير قوي. عنده كمان الشمعة الدمعة دي اللي في ايديا من اول 20 جنيه، وقال لي لو حد هياخد كرتونة هياخدها ب16 جنيه بسعر الجملة، يعني زي ما انت عايزه. كمان زي ما قلت لكم لو خدتوا عملتوا فاتوره هيحسبها لكم بسعر حلو. في كمان الشمعه دي في منها تلات الوان، هتشوفوهم دلوقتي معايا، هي شمعتها بتتحرك، سعرها 35 جنيه بس، حجمها كبير وشكلها حلو قوي.
كل الشموع دي كده مستوردة. بصوا، في منها اللون الموف، وفي منها اللون الفوشيا والأحمر والأبيض. شكلها شيك جدا. بصوا بقى الشمعة الجديدة دي برضو مكتوب عليها كلمات حلوة جدا اهي، وعليها قلوب. هي نازلة برضو عشان عيد الحب قرب. في منها الأبيض وفي منها الأحمر. هو ما نورش التانية عشان تشوفوها وهي مطفية. سعرها 35، نزل عليها عرض بدل 45 جنيه. بس شكلها شيك ولسه نازلة جديدة. في كمان معانا الطقم ده كده، برضو الطقم ده الشمعة على الحامل بتاعه، هو قال لي تركيب، يعني الحاجات دي بتتركب وبتتفك. الطقم كله التلاتة مع بعض ب120 جنيه بالشمع بتاعه، فشكله شيك جدا. في كمان معانا الطقم اللي قعدته نحاس ده كده، التلاتة ب100 جنيه. التلاتة دول كده ب100 جنيه. في الطقم ده كده حلو قوي برضو ب80 جنيه. والشمعة اللي نورها لي دي ب10 جنيه. في كمان الشمعة اللي هي الحلوة دي للديكورات، بصوا حلوة قوي، شكل الصبارة كده، وفي منها اشكال كتير، عاملة 25. هي كانت السنة اللي فاتت نازلة ب20. في كمان الحاجات الحلوة دي اللي تقدري تحطي فيها شمعة، بس دي مش الازاز اللي بيتكسر، لا دي اكليريك وجواها شمعة كمان، تاخديها بالشمعة بتاعتها، سعرها 45 جنيه. جميلة جدا بصراحة. عنده شوية حاجات كده مميزة وحلوة قوي. هو اصلا المكان ده متخصص للديكورات الكريسمس والحروف المضيئة والشموع بتاعت رمضان، كلها موجودة عنده، وعنده كل حاجة موجود. كمان الشمعة الحلوة دي سعرها 25 جنيه، برضو هي شمعة متحركة كده، في منها برضو الوان كتير. عنده تشكيلة كبيرة جدا من الشموع، واي حاجة انت عايزاها برضو ممكن تطلبيها تلاقيها عنده، لان هو مش حاطط كل حاجة في العرض عشان المكان هناك زحمة. هو قدام بنك مصر على طول في ميدان العتبة، وهنا كده اول ما تيجي من المترو هتعدي بس الرصيف، هتلاقي استاذ احمد موجود هنا، وتقولي له تبع قناة تمر حنة، هتاخدي اي حاجة بنفس الاسعار اللي انا قلتها لكم، وكمان في شحن وتوصيل لكل مكان. هو حد محترم جدا، وما تقلقوش مش هيغير في الاسعار. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك.